على كل منحى وعلى كل اتجاه وعلى كل رفض اقتصادي مع مراعاة كافة الأبعاد. فتلاقي على سبيل المثال احنا مش لسه كنا بنحتفي وبنحتفل الشهر اللي فات ده باسم سيادة الفريق رئيس هيئة قناة السويس سيادة الفريق أسامة ربيع في مجلة فوربس كأفضل CEO في الشرق الأوسط، صح؟ طيب تعالى بقى شوف تاني قناة السويس، وكنا بقى محققين احنا أعلى عائدات تاريخية، ده وقتها الشهر اللي فات ولا من شهرين أظن. طيب تعالى بقى شوف قناة السويس بتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها. أنا مش عارف بقيت أعمل إيه مع قناة السويس بصراحة، فرحتي لا توصف، ما شاء الله والله أكبر، قل أعوذ برب الفلق. 704 مليون دولار، طب ده على نطاق الإيراد المالي. أكبر حمولة صافية شهرية 125.1 مليون طن، ده في شهر يوليو. فيبقى سيادة الفريق أسامة ربيع ما يبقاش أفضل CEO في العالم بقى، مش أفضل CEO في الشرق الأوسط. سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، شكرا على المقدمة. إزاي صح؟ لا يا فندم العفو، أقل ما يقال يعني. يعني حاجة فخر لينا كلنا وحاجة ترفع راسنا كلنا يعني. فضل من ربنا، الحمد لله رب العالمين. سيادة الفريق، يعني بكل المتغيرات اللي بتحصل وكل الأزمات اللي حصلة في العالم، وطبعا من أبرزها الأزمة الأوكرانية، واستر علينا يا رب من أزمة تايوان، إلا أنه القناة فضل وعدل من ربنا مش بس محققة ومستمرة، لا دي مستمرة في منحنى صاعد. إزاي يا فندم؟ الحمد لله. طبعا احنا بنتكلم طبعا زي ما حضرتك قلت ان في شهر يوليو احنا حققنا اعلى عدد سفن، يعني ده يعني ده اكبر شهر كان فيه اعلى عدد سفن واعلى حموله صافيه واعلى عائد بالدولار. ده كان ناتج برضو ان احنا في شهر 6 30/6 اللي فات ده احنا كنا مخلصين السنه الماليه بحققين اعلى ايراد 7 مليار دولار، كان السنه اللي قبلها كان 5 مليار 800 مليون. بيتم ازاي؟ حاجات كتير جدا. اولا انا عايز اقول ان قناة السويس الجديدة دي نمرة واحد. حلو. واهميتها واللي عملته قناة السويس الجديدة في ان اعداد من السفن بتدخل القناة ما كانتش بتدخل قبل كده، حمولات السفن وصلت دلوقتي ل 240 الف طن، سفينة حمولتها 240 الف طن بتعدي قناة السويس، الغطس بتاعها 17 متر ونص تقريبا، يعني احنا بنتكلم في حوالي عمارة 6 ادوار تحت الارض تحت المية. تحت المية. بتكلم على كده 24 الف حاوية. فدي برضو ايه كل ده يعني نقول ان هو السبب الرئيسي طبعا قناه السويس الجديده اللي كان مشروع الاملاك اللي اطلقه السيد الرئيس في 2014 وافتتحنا في 2015. فلما بقى في قناه السويس الجديده بقى اصبح عندنا قناتين تتحمل عدد من المراكب ما كانش بيمر قبل كده لما كانت قناه واحده. يعني نتكلم ان احنا كنا بنمر 42 ل 45 سفينه، دلوقتي احنا يوم 29 7 الشهر ده مر اكبر عدد سفن في يوم واحد 85 سفينه بحموله 5 مليون و6 ونص. فدي دي نقطه ان اولا ان احنا بقينا جاهزين. يعني عندنا جاهزيه ان احنا نستقبل عدد من السفن وعدد من الحمولات كبيره تستوعب اللي موجود في السوق كله، مش يعني مش بنقول ان احنا نقدر نستوعب حاجات وحاجات، لا احنا نقدر دلوقتي حاليا الحمد لله فضل من ربنا نستوعب كل انواع السفن واحجام السفن ممكن تمر في قناه السويس، اي حجم في العالم لاي سفينه أي او ناقله يمر من عندنا بسلام باذن الله. الحمد لله الحمد لله. دي نقطه، دي حاجه اولانيه. الحاجه الثانيه الخدمات اللي بتقدمها قناه السويس، بنقدم خدمه ممتازه جدا سواء كانت في عمليات الارشاد في عمليات عمال الاناره وعمال الرباط. 16 محطه بطول القناه، السفينه بتسلم المحطه المحطه المحطه، هو حتى الاطام بتاع المركب بيبقى شايف ان هو ايه في ناس مراقباه على طول وخليها بالها معاه غير الاطرات اللي بتبقى صاحباه. ففي اهتمام بالسفينه. نيجي الموضوع الثالث او السبب الثالث برضو ان احنا شغالين دلوقتي في القطاع الجنوبي، والقطاع الجنوبي ده كان مشكلته اللي حصل فيها حتى بتاعت ايفر جيفن. ايوه. مشكلته ان هو في انحرافات كتير حاده جدا، في طيار مائي في المكان ده في الجنوب كبير بيوصل لحد 5 عقده تقريبا، يعني حوالي 10 11 كيلو بيأثر على الدفه. اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنعمل توسيع على جهه الشرق 40 متر، وبنعمل تعميق من 66 قدم اللي كانت موجوده عليه قناه السويس الجديده ل 72 قدم. يعمل ايه ده؟ يحسن حركه الملاحه في الجزء دون بنسبه 28%. هيشعر الاباطين انهم في اختلاف ما بين اللي كانوا بيمشوا فيه قبل كده والصعوبه اللي كانوا بيقودوا بيها السفينه الى سهوله اكثر بكثير جدا بنسبه حوالي نقول ايه ثلث مثلا ازيد. ودي طبعا بتحسن برضه الخدمه. وعلى فكره المشروع ده احنا لا نجني منه مال، يعني مش بنعمله عشان هنستفيد، لا احنا بنعمل خدمه بقى للعملاء
لان احنا لقينا ان الموقف هنا صعب، فالاستاذ تبايف قال لا ما تسيبوهوش، شوف هتعملوا فيه ايه، واعرض عليا. عرضنا عليه ونفذنا، وبدانا ننفذ احنا من شهر مايو اللي فات السنه اللي فاتت، وننهي ان شاء الله شهر يونيو السنه 23. في حاجه الرابعه بقى والاخيره فضل. اللي هي احنا دايما بقى يعني عايز اقول ان احنا ايه 24 ساعه بنراقب السفن، الحمولات بتاعتها وبتروح فين وبتيجي منين، وممكن ما تعديش عندنا ليه، ولا ده احنا لازم نجيب السفينه ليه. طب لو انا اديته بعض التخفيضات، لو اديته بعض المميزات في العبور، هل هيجي عندي ولا مش هيجي عندي، ونتناول معاهم، نتناقش معاهم، نتجاوب معاهم ونعرف. وبالتالي احنا جذبنا عدد من السفن زي ما قلنا قبل كده السنه اللي فاتت 2546 سفينه ما كانوش بيعدوا عندنا قبل كده، وبالذات الساحل الشرقي الامريكي كان خط السير بتاعه بنما فرس الرجاء الصالح، عرفنا نجذبه ونجيبه في قناه السويس. فدي يعني نقول احنا عوامل مكتمله، المنظومه كبيره جدا. يعني انت عشان تدخل سفينه، السفينه اللي احنا بنشوفها بتمر في قناه السويس كده، تخش من الشمال تطلع من الجنوب والعكس، لا في وراها كتيبه من العمل وكتيبه من التجهيز والاستعداد عشان السفينه دي تمر وتخرج بسلام. هي دي يمكن النقاط، اهتمامنا بالعميل، اهتمامنا بانك كل انواع السفن ممكن تخش في قناه السويس، ده يمكن الاسباب اللي بنقول عليها حضرتك. طب ده انا لفت نظري جدا يا فندم جمله حضرتك قلتها زي اللي هي كانت في سياق السبب الرابع، احنا في عندنا سفن كانت بتخرج من الساحل الشرقي الولايات المتحده الامريكيه، محيط اطلنطي، راس الرجاء الصالح، وتكمل بعد كده بقى على اسيا، صح كده؟ تمام يا فندم. قدرنا ان احنا نجتذب الناس دي فتاخد بعضها وتطلع مضيق جبل طارق، بحر متوسط، قناه السويس. تمام. عملنا ايه؟ التفصيلات. ده حاجه، ده حدث. حوافز، دي حوافز. يعني ما انت اصل عمليه التجاره دي ان ايه يا استاذ يوسف؟ انا لقيت وقت وفلوس. هو بيحسبها. انا هديك، انا وصلت معاهم بتوع الساحل الشرقي دول لغايه تخفيضات تصل لحوالي 75%، نسبه كبيره جدا من التخفيضات. وكانت الناس تقول لي انت هتخسر 75%، وكنت اقول لهم لا انا بكسب 25%، لان 25% ما كانتش هتيجي، لان هي اصلا ما كانتش بتجيلي، ما كانتش جايه لي اساسا. فانا كسبت 25 لان القناه موجوده طبعا. يعني المصاريف اللي احنا بنصرفها، لا ال 25 هتخلي دخل، تدر عليا دخل اكتر من المصاريف اللي انا بصرفها في الاطراف او في الاباطيل اللي بيطلع. فاساسها اساس الموضوع سياسه تسويقيه، وبعمل اغراء ان انا طبعا عمليه ان ما فيش ستوب في القناه، بيعدي دايركت 11 ساعه، بينقله من الشرق للغرب في 11 ساعه، دي طبعا عشان يوصل راس الرجاء الصالح ياخد له 3 اسابيع عشان يخش شرق اسيا. دي قصه يعني ايه محسوبه بالوقت وبالتايم، استخدام الوقود والتجاره اللي توصل في توقيت معين. فده اللي يمكن عامل عندنا انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه قوي برضه. اتفضل. احنا بنتابع حركه المراكب وحركه، لكن انا مثلا انا شخصيا كرئيس هيئه قناه السويس، انا بيجي لي 3 بيانات لقناه السويس كل يوم. كل يوم يحصل عندي بيان الساعه 12 الظهر الواحده بعدد السفن المتوقعه انها تمر اليوم اللي بعده، يعني التالي. بالحموله بتاعتها. وبعدين يجي لي بيان الساعه 7 بيان خروج السفن من القناه شمالا وجنوبا، ده فاضل له قد ايه وهيخرج الساعه كام، وفاضل كام مركب في الانبوبه يعني او في المجرى الملاحي، واخر مركب تخرج الساعه كام. بعدين يجي لي بيان الساعه 4 الصبح يؤكد العدد السفن بالحمولات بتاعتها اللي كان منتظر، لان يعني ممكن سفينه مثلا يحصل لها عطل، ممكن تلغي، ممكن سفينه تزيد، فيجي لي البيان الاكيوريت ان دول هيخش. فيعني قصدي احنا اهتمامنا من اول اقل عامل وموظف في الهيئه لرئيس الهيئه شاغلنا الشاغل هو المجرى الملاحي والسفن اللي بتعبر، هو ده بس، ما عندناش غير كده. هي دي حياتنا يعني، يعني صراحه هي دي حياتنا، نقول هي دي حياتنا يعني. والله يا فندم شيء مبهر ويشرف ويفرح، نشكر حضرتك عليه ونشكر كل العاملين في الهيئة على هذا الجهد وعلى طريقة التفكير دي. ألف ألف شكر لسيادتك، كل الشكر لسيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.